بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أبليكيشن مميز جدا في التدريب على حل أسئلة الجرامر. الأبليكيشن من البريتش كونسل، ممكن نلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور برضو، مفيش أي مشكلة. نضغط دي الأيقونة، بعد ما نحملها طبعا هتظهر الأيقونة بالشكل دوت، اسمها جرامر. نضغط عليه نفتحه، الابلكيشن هيفتح كده. هنلاقي فيه أول حاجة موجودة عندي Learn English، طبعا British Council Learn English Grammar. عندي Practice Test Settings، اضغط على Practice. على سبيل المثال احنا هنلاقيه هنا من أول، بادئ من أول خالص Beginner Pack 1 Pack 2 Elementary Pack 1 Pack 2 Elementary Pack 3 Intermediate Pack 1 Intermediate Pack 2 Advanced Pack 1 و Advanced Pack 2. دي الليفلز بتاعتنا، هو المستوى اللي هو الأول خالص، وعندي المستوى اللي هو بعد كده elementary، بعد كده المتوسط، وبعد كده الأدفانسد. على سبيل المثال مثلا احنا هنختار نخش على المستوى الأول خالص، عندي في باك 1 وباك 2. هنضغط مثلا على beginner باك 1 ونشوف مثلا أنا عايز أتدرب على أنهي درس بالظبط. مثلا احنا خدنا درس مثلا زي الـ simple present، فأنا هضغط عليه كده وابدا احل. المميز في البرنامج طبعا ان هو شغال من غير نت، فمفيش اي مشكله خالص، اقدر استخدمه في اي وقت. ببدا احل، وبعد كده عندي في امكانيه ان انا اشوف هيديني طبعا الانسر بتاعتي صح ولا غلط، وفي امكانيه ان انا احاول مره تانية ومره تالتة لحد مثلا ما اعرف الاجابه الصح، او ان انا اعمل انسر واشوف الاجابه الصح بنفسي. طيب هنا مثلا بيقول لي which sentence is true، she works in a cafe ولا she works in an office ولا she works in a restaurant ولا she works in a gym. تمام، فانا هختار الاجابة الصح مثلا واقول she works in an office واعمل check، هيقول لي الاجابة صح، عمل لي كده صح. تمام، وال next. اوكي، هنا هختار الاجابة الصح مثلا كم مرة واعمل check. ايه اللي ممكن اعمل نكست، ايه اللي ممكن يحصل لو انا اخترت اجابة غلط؟ يعني مثلا خلينا نختار اجابة غلط ونشوف هل هيبقى في امكانية ان انا اشوف الصح، يعني عشان لو حليت غلط محتاج حد يقول لي الاجابة الصح ولا الابلكيشن هيقول لي الاجابة الصح. نشوف مع بعض. نختار مثلا طبعا على السنتنس على حسب الصورة، she never eats ice cream ولا she doesn't like ice cream ولا she likes ice cream. خلينا نقول مثلا الإجابة، نفرض الإجابة الصح تبقى she likes ice cream، احنا نختار مثلا الإجابة غلط نقول مثلا she doesn't وأعمل check. بص قال لي الإجابة غلط. طيب ممكن أعمل حاجة، قال لي ممكن نضغط reset لو أنا عايز أعيد أو أحاول مرة تانية. تمام، طيب لو عملنا reset هتبقى الوضع زي ما هو مكان بالظبط. واختار مثلا، خلينا نختار إجابة غلط تاني. تمام، وأعمل تشيك قال لي الإجابة غلط. طب أنا مش عارف وعايز أعرف الإجابة، هيقوم في هنا الكي مكتوب تحت وات أنسر، فأنا أعمل كده هيختار طبعا اللي هو شي لايكس آيس كريم، اللي هي الإجابة دي اللي احنا شفناها. تمام، طيب عايز أشوف الأنسرز بتاعتي اللي هي آخر إجابة أنا عملتها غلط. أكمل كمان مرة. تمام، خلينا نختار مثلا إجابة صح، عم تشيك نجست. طيب خلي بالي إن في هنا ممكن الإجابة مبقولش مثلا which sentence، لأني which two sentences are correct. تمام، فأنا هختار مثلا she played the violin. okay. لما اعمل نكست الاجابه صح. خلاص هنا بيقول لي two are wrong which one is correct. خلي بالي من الروبريكس، السؤال كويس المطلوب مني عشان اختار الاجابه صح. two are wrong which one is correct. اوكي، اعمل نكست الاجابه صح. تمام، وهكذا هبدأ أحل. في الآخر هخلص خالص بعد ما أخلص، عندنا 7 out of 25
خلص خالص الإجابات الأسئلة كلها، هو عامل ضن هيجيب لي هنا الأسئلة. طبعا هنا جايب لي طبعا السؤال اللي احنا حليناه غلط عشان نشوف مع بعض ازاي الإجابة هتظهر، لأن أنا مش محتاج حد يقول الإجابة الصح. تمام، طبعا احنا حلينا مثلا لحد نمبر 6، فهنا جايب لي ايه 1 و 2 و 4 و 5 و 6 صح، ورقم 3 اللي احنا حليناه غلط. اخلص خالص وبعدين هيجيب لي السكور اوت اوف 25. خلص اعمل كونتينيو، خلاص اوكي مفيش مشاكل خلصنا. طبعا احنا بنجيب بيجنر باك وان زي ما احنا شايفين عندنا في حاجات كتير جدا. تمام، هختار طبعا على حسب الدرس اللي انا درسته او اللي انا عايز اعمل عليه براكتس وهبدأ اشتغل. تمام، برضو نفس الوضع هشوف هنا. طيب خلينا نقول مثلا ان احنا درسنا present simple، فاحنا حلينا الاسئله بتاعته في الليفل بقى بتاع البيجنر. عايز اشوف مثلا الاسئله، في اسئله في الالمنتري تخص طبعا present simple. قال لي نبص عليه كده، قال لي هو simple present تاني. طيب في ممكن الاقي تاني في الانترميديت، نبص تاني قال لي ممكن الاقي في عند simple present، ممكن الاقيه ممكن مش موجود. تمام، في أسئلة تانية طبعا تخص مثلا tenses تانية زي simple past والكلام ده كله وهكذا. فأنا بناء على إيه، على اللي أنا درسته هبدأ أشوف levels بتاعته من أول ال beginner لحد ما أشوف ال advanced، وأشوف أي حاجة تخص الدرس اللي أنا درسته وأبدأ أحل الأسئلة بتاعته. تمام، زي مثلا إن إحنا درسنا خلصنا خالص في ال beginner back one، حلينا كل أسئلتها، خلينا نقول إن إحنا درسناها كلها مع بعض أو إن درستها وعرفت الشرح بتاعها والدنيا تمام، وعايز تعمل تيست على كل ال items اللي موجودة هنا. هخرج بعد ما أخلص ده كله، هخرج أروح عند حاجة اسمها تيست وأختار عايز مثلا أختار أني ليفل أنا خلصته، back one، beginner back one ولا beginner back two. زي مثلا احنا خلصنا كل البيجنر باك 1، هضغط عليه وهيجيب لي التست. خلي بالي ان في تايمر هنا شغال اهوت، وعندي 32 questions. هبدأ احل كل حاجة واول ما اخلص هضغط done وهيجيب لي هنا review answers لو انا عايز اشوف الاجابة الصح والغلط بتاعتي وهكذا. تمام، ده كده كان الابليكيشن بتاع النهاردة. ان شاء الله هسيب اللينك بتاعه سواء للاندرويد او الايفون، النظام اللي هو في اي او اس تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. شكرا جزيلا.